من اليوم السابع إلى الشروق، وما زلنا مع ما يخص التموين، ولكن هذه المرة القمح تحديدا. الشروق تكشف ضوابط منع تكرار التوريد الوهمي للقمح، حيث أكدت عدد من المصادر داخل وزارة التموين لجريدة الشروق أن أبرز الضوابط التي تم وضعها لمنع تكرار المخالفات والأخطاء في اللي تمت في الموسم الماضي للحد من عملية التوريد الوهمي، قالت أنه سيتم تخصيص لجنة منفصلة لكل منطقة توريد، وسيكون على هذه اللجنة مسؤول مختص لمنع التضارب بين كافة الجهات.